رجعت لكم بقى على اهم فقره، الفقره القويه اللي فيها الهدايا والمفاجآت وفيها كمان حلول لمشاكل الشعر ليكي انتي. معانا النهارده مشرفنا دكتور حسين بكر، مدير تطوير مجموعه شركات ميديكا جروب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا فندم، شرفتنا النهارده ونورتنا يا دكتور. شرفت المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. النهارده عايزين نعمل كده تعريف عن الشركه ومنتجاتها. طيب احنا اول حاجه احنا مجموعه ميديكا جروب، احنا وكيل حصري في مصر هنا لثلاث شركات، منهم ماكسي جولد، باي اورجانيك، الشركه الثالثه سبا اورجانيك. تمام. الشركتين الاولانيين دول شركات خاصه بالعنايه بالشعر، الشركه الثالثه اللي هي سبا اورجانيك دي خاصه بالعنايه بالبشره. تمام. طيب النهارده احنا قلنا كل حلقه يا دكتور ان شاء الله باذن الله انا هجيب لكم كل حلقه لاين من ايه، من خطوط الشركه، طبعا من منتجات الشركه هنتكلم عنه ونشرحه ونشرحه باستفاضه. تمام يا دكتور. طيب النهارده بقى حضرتك حابب تكلمنا عن ايه؟ هنمسك منتج كده من منتجات الشركه ونتكلم عنه. طيب هقول لحضرتك على حاجه، احنا الاول عندنا هنتكلم النهارده عن خط الذهبي، خط الماكسي الذهبي، وده خط هدفه الاول العنايه بالشعر الجاف وشديد الجفاف والتالف. تمام. المجموعه دي بتعتمد على شكل جديد من تقنيات التصنيع اللي بنستخدمها، اللي هي تقنيه النانو تكنولوجي. تقنيه النانو تكنولوجي النهارده بتوفر لنا دعم كبير في علاج مشاكل الشعر الجاف والتالف، في ان هي بتكسر جزيء الماده الفعاله لمليون جزيء. تمام. ده شكل جديد جدا. تمام. من المنتجات تكسير الماده الفعاله لمليون جزيء ده بيوفر دعم كبير جدا لعمليه البناء تمام بتاعه الشعر. فبالتالي بتديني شعر كامل، شعر كثيف، شعر غني بالبروتينات بتاعته، لان هي المشكله في الشعر الجاف والتالف بتوديني لان النوع ده من الشعر فاقد للبروتين بتاعه. تمام. دي المجموعه الذهبيه. طب هي ايه اهم حاجه بقى في المجموعه الذهبي هنتكلم عليها النهارده؟ نمسك كده حاجه النهارده قويه قوي كنت اتكلمت مع حضرتك عليها قبل الهوا، وعايزه اقول لحضراتكم كمان انا جربته عن نفسي، بس انا عايزه دكتور حسين يعرفه في الاول ويتكلم عليه وبعدين انا هقول لكم عن تجربتي الشخصيه. احنا الاول عندنا خلينا نرجع لورا شويه، اول ما ظهرت النوع دي من المنتجات تمام اللي هي منتجات تمليس الشعر تمام، ظهرت بشكل كراتين تمام اللي هو الكراتين البرازيلي. احنا شركه ماكسي شركه برازيلي تمام، كنا بنعاني من مشكله كبيره جدا في ان النوع ده من المنتجات عنده مشكله ان هو بيطلق ابخره كريهه جدا وعامله مشكله للناس، تسبب دموع في العين، اللي هو الكراتين البرازيلي. تمام. اللي هي منتجات تمليس الشعر. النوع ده من المنتجات حصل له مشكله كبيره في السوق المصري لان هو بسبب الفورمالين، بسبب ماده الفورمالين. طبعا. تمام. احنا النهارده لاول مره تمام بننزل بمنتج في مصر اسمه نانو كيراتين. النانو كيراتين بتاعنا عباره عن كيراتين خالي من ماده الفورمالين، بنستخدم نوع تاني من المواد البديله لماده الفورمالين. ماده الفورمالين طبعا عندها مشاكل كبيره جدا، تسبب تهتك في الياف الشعر، بتعمل مشكله كبيره جدا. فبالتالي احنا عالجنا ده تمام في مصانعنا في البرازيل بان احنا استخدمنا مواد بديله توفر لي ان انا اعمل تمليس وعلاج وتنعيم للشعر تمام، في نفس الوقت بدون اي مشاكل تحصل للشعرايه، في نفس الوقت بدون اي ابخره او مشاكل للمتخصص اللي بيعمل او للشعر او للحد اللي بيعمل شعر يعني. تمام. بص يا دكتور، هي دي حاجه طبعا قويه جدا. انا عايزه اقول للمشاهدينا طبعا عن خبرتي سنين طويله جدا في مجال البروتين والشعر، كان الكيراتين ده اول حاجه ظهرت معانا في البدايه خالص. بالزبط. من كذا سنه طبعا. بالزبط. كل مشاهدينا عارفين الكلام ده. ولما ظهرت كانت مشكلتنا كبيره قوي وجود الفورمالين. بالزبط. كنا لما بنيجي نطبق الكيراتين على الشعر كان بيطلع دخان بطريقه. بالزبط. كبيره جدا. بالزبط. بصوره عاليه. كان ريحته بتبقى صعبه قوي. بالزبط. كان طبعا بتلاقي دموع بقى وحرقان في المناخير وحاجات لدرجه ان كان وقتها بدايه ما ظهر كان في بعض البيوتي سنتر حصل عندها مشاكل قويه. طبعاً. ان حصل اتشوك للعميله ودخلت لدرجه ان دخلوا عنايه بسبب الفورمالين. فطبعا زي ما حضرتك قلت هم بداوا يعني ايه احنا طورنا يشوفوا المشكله دي طبعا في السوق، بس للاسف ان الى وقتنا هذا كان كلمه كيراتين
مرتبطه بالفورمالين. احنا الناس عندها خوف كبير جدا طبعا، احنا لازم نوضح الجزئيه دي. الناس عندها خوف كبير جدا، يعني اغلبيه السيدات عندها خوف كبير جدا من الجزئيه دي، جزئيه ان انا استخدم كرياتين. حتى الشامبو اللي داخله كرياتين تمام، والكرياتين ده يا جماعه بروتين طبيعي، يعني بروتين يعني هو البروتين الاساسي المكون للشعرات. فبالتالي انا لو استخدمت اي نوع شامبو او هير ماسك او حاجه داخلها كرياتين فانا بغذي شعري. لكن الناس من كتر خوفها من ماده الكرياتين بقت حتى الشامبو تمام تبعد عنه، ما تخاف عنه بالظبط. طيب هستاذنك يا دكتور حسين، معانا مداخله دلوقتي على الهواء. الو الو الو. ايوه ايوه يا امل. ايوه مين؟ ايوه انا انا ايوه خالته. ازيك؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ منوره الشاشه حبيبتي، ربنا يخليك يا طنط. مفاجاه كبيره جدا، مش عارفه اقول لك يعني ازاي. لا والله متعلقه دايما. ميرسي ميرسي يا طنط، ربنا يخليكي حبيبتي، متشكره جدا على مداخلتك، ربنا يخليكي. ميرسي. برنامج جميل جدا ومتنوع وجديد. الحمد لله الحمد لله، ربنا يوفقك حبيبتي، ربنا يوفقك. ميرسي يا طنط، اسعدتيني بمداخلتك دي، ميرسي ليك يا طنط. خالته دي امي الثانيه، ميرسي ليك يا طنط، تسلمي حبيبتي، شكرا شكرا. اتفضلي يا دكتور حسين، هنكمل كلامنا. بس احنا وصلنا لمواد بديله تمام في مصانعنا في البرازيل. فبالتالي احنا النهارده بنوفر لكل سيده عايزه تعمل تمليس او تنعيم لشعرها تمام بماده الكيراتين. احنا النهارده عندنا اول كيراتين او اول نانو كيراتين ينزل في السوق المصري تمام، بيوفر لك تمليس تنعيم الشعر من غير بدون فورمالين. طيب يا دكتور، هو الفكره بقى ده المنتج اللي انا عجبني جدا بصراحه، لان انا كمان جربته في المراكز بتاعتي ان وجود كرياتين. انا نفسي كنت بصراحه يا دكتور ما كنتش بشتغل بكرياتين، يعني انا بشتغل بروتين. كنا اشتغلنا في بدايه خالص الكرياتين، ومن ساعه طبعا ما تخضينا وخفنا من كلمه كرياتين وحولنا لبروتين، ان عرفنا البروتين، ان احنا عرفنا البروتين ما فيهوش فورمالين، بطلنا كلمه كرياتين نشتغل بيه. لكن شركه ماكسي جولد اجبرتنا بصراحه وادتنا المنتج اللي ما حصلش، ومنتج حصري، واجبرتنا على ان احنا نستخدمه لجمال المنتج. ان كيراتين، وجود كيراتين فعلا بيدخل لي الكيراتين جوه الشعرايه، يعني الكيراتين بيرجع لي زي ما حضرتك قلت يا دكتور، احنا الشعرايه فاقده للكيراتين، فهي بتبقى محتاجه كيراتين فعلا يدخل طبعًا لها طبعًا. لكن احنا كنا بنخاف من الكيراتين بسبب الفورمالين، بسبب ان هو مربوط بالفورمالين. بالظبط، مربوط بالفورمالين. فلما الاقي منتج بعيدا عن الفورمالين ومش موجود فيه فورمالين، وكمان ولا دخان ولا ريحه، ومنتج علاجي قوي جدا جدا، ونسبه فرده للشعر هايله وتحفه، وكمان لمعه غير عاديه، يعني بصراحه منتج هو وهمي. انا بقول ده اختراع، اول اختراع ينزل السوق المصري. هو فعلا مفيش منافس ليه. مفيش يعني منافس ليه فعلا، مفيش حد بينافسنا في الجزئيه دي، جزئيه ان انا يبقى عندي كيراتين بالظبط، لان هو مفيش كيراتين امن. خلينا صراحه، هو ده مفيش كيراتين مفيهوش فورمالين بالزبط. هو ده الوحيد، الكيراتين اللي ايه الخالي من الفورمالين. مزبوط. البروتين احنا بنقول هو اللي خالي من الفورمالين، وكنا بنشتغله بطريقه امنه، بيبقى سيفتي بالنسبه لنا. لكن دلوقتي انا بعد ما طبقت الكيراتين وشفته فعلا بصراحه هو منتج حصري وهمي وهمي، يعني انا واثقه ان هو هيجتاز السوق المصري كله. واثقه كمان ان كل الخبراء وكل المتخصصات وكل خبراء التجميل واصحاب البيوتي سنتر هيشتغلوا بيه بكل امان. كمان حتى مشاهداتنا كمان هيشتغلوا بيه بكل امان، من غير ما يخافوا ولا يقلقوا من جزئيه الفورمالين. طيب دكتور، هقول لحضرتك كمان، احنا قلنا مكونات الكرياتين ايه، لو احنا قلنا مكوناته بقى. طيب عشان نقوله لمشاهدينا زي ما قلنا تاني، احنا بنعتمد على مواد بديله. ده اولا مواد بديله للفورمالين بجانب، دي اول جزئيه، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا استغنينا عن الفورمالين بماده بديله. مزبوط. بس ماده سيفتي طبعا طبعا. اتفضل. تاني جزئيه اللي هي بقى مجموعه المواد اللي متصنعه في اصغر شكل ليها واصغر جزيئات عشان تخترق الشعرايه وتغذيها وتدعم معدلات بناء. احنا عندنا بنستخدم طبعا بروتين الكيراتين تمام، اللي هو الكيراتين تمام. عندنا بروتين قوي جدا زي بروتين الكولاجين تمام. عندنا نوع تاني من انواع البروتينات اسمه بروتين القمح تمام، الوايت بروتين القمح.
من البروتينات المهمه جدا لدعم، هي مهمه جدا للشعر طبعا طبعا. عندنا حاجه زي فيتامين اي تمام، عندنا مجموعه احماض امينيه منها الارجينين تمام، دي ده بشكل مختصر يعني ده مجموعه المواد الفعاله اللي بنستخدمها. مجموعه المواد الفعاله دي مع بعضها بتديني دعم كبير جدا لبناء الشعرات تمام. يعني انا هديك الجزئيه بتاعه التنعيم وان الشعر يبقى اكثر استقامه تمام، وفي نفس الوقت انا هديك علاج بمجموعه المواد المستخدمه. طب تمام. طيب احنا معانا وقت استاذ وليد، عايزين ندخل بقى الفايزين معانا، في وقت معانا ندخل الفايزين. طيب تمام استاذه كندا. تمام تمام. احنا هنعرض دلوقتي اللي فايزين معانا. شركه ماكسي جولد مقدمه 5 جوائز من الشركه. طبعا ده هديه للسيزون السادس، لبدايه السيزون السادس لبرنامج مع امل انت اجمل، مقدمين لنا 5 جوائز. والجوائز دي اتقدمت ازاي؟ على البيج، واحنا هنعرض لكم البيج اللي بيشير اكبر عدد من العملاء اللي بيشيروا اكبر عدد للبوست بتاعنا والمنتجات ماكسي جولد على كل الجروبات وعلى كل الاكونتات، وكمان بتعمل كومنت تحت البوست وبيجي لها اكبر عدد لايكات على الكومنت بتاعها. فاحنا هنا ابتدينا نختار بناء على عدد اللايكات لكل مشاهده دخلت معانا تحت البوست ودخلت وعملت مداخله، وكمان اكتر حد شير على صفحات السوشيال ميديا كلها، وعلى السوشيال ميديا شيرت منتجات ماكسي جولد والبوست بتاعنا. احنا معانا دلوقتي اللي جاهزه حاليا اللي هي الفايزه الثانيه اللي حصلت على الجائزه الثانيه، هي كندا خالد. الو الو الو. ايوه يا كندا. اهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا قلبي، الف مبروك حبيبي. ايوه الله يبارك في حضرتك. مبروك. انا حقيقي ما كنتش مصدقه. لا بجد. بصي خدي بالك، احنا بنعملها بمصداقيه شديده جدا، احنا اصرينا. أيوة. ومصرين ومصرين وهنصر ان تفضل المسابقه. أيوة. بمصداقيه شديده جدا. انا اشوف بقى وقعدت من الصبح متابعة البرنامج. حبيبتي حبيبتي الف مبروك يا حبيبي. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليكي حبيبتي. انت كسبتي معانا شامبو 500 مللي، شامبو ماكسي جولد 500 مللي. الف. أيوة. مبروك الف. تمام. مبروك الف مبروك يا حبيبتي. نتمنى حضرتك. بصي نتمنى تجربيه وتقولي لنا طبعا رايك في ماكسي جولد. جربتي قبل كده شامبو ماكسي جولد ولا لا؟ لا حقيقي لا، بس انا متابعه حضرتك كتير، بس بنفسي اجي واعمل حاجات كتير بصراحه. طيب جربي الشامبو قولي لي رايك ايه، وتعالي جربي كيراتين كمان ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليكي حبيبتي، متشكره جدا. معانا مين تاني؟ طيب تمام، على ما يجيبوا لنا بقى الفايزه الثانيه نكمل مع دكتور حسين. احنا بس كنا عايزين الجزئيه بتاع التطبيق. نتكلم على التطبيق. لسه كنت هقول لحضرتك بالزبط. طب احنا الكيراتين المتخصصين والخبراء والكلام ده بالزبط. هيقولوا ليه طريقه تطبيق مختلفه ولا ايه؟ بص الكيراتين دايما او البروتين او الحاجات دي او النوع ده من المنتجات بيحتاج احترافيه عاليه جدا تمام. فاحنا بنعمله على شكل دوره تدريبيه من 2 سيشن تمام، حصتين تمام. حصه نظري بيتعرف فيها الاول على الشعر وتركيبه الشعر وازاي تتعامل معاه، وبعد كده الجلسه الثانيه السيشن الثاني يبقى عملي. بيبقى عملي تمام، من تمام. خلال متخصص عندنا، وطبعا الحجز ده هيبقى من خلال صفحه عند حضرتك. طب احنا تمام. عاملينه حصري يعني اللي عايز الدوره التدريبيه دي بيحجز من خلال الصفحه عند حضرتك وبيتواصل مع حضرتك. لا وفي كمان رقم تليفون بعد اذنك يا استاذ وليد، ننزل رقم تليفون التواصل اللي هيحب يتواصل معانا موجود على الهواء دلوقتي. الرقم ده اتصلوا عليه علشان اللي حابه تحجز ان هي تيجي تحجز السيشن ده، هو باجر رمزي جدا انك تيجي تحجزي تعرفي تتعلمي ازاي تطبقي الكيراتين على الشعر، وزي ما قال دكتور حسين هتبقى في سيشن نظري وواحد تاني هيبقى عملي هيطبق قدام حضرتك او حضرتك طبعا لكل خبراء التجميل طبعا. هتشوفوا نتيجته هتبقى ازاي. اللي حابب يحجز رقم التليفون موجود على الشاشه دلوقتي. تمام يا دكتور. طيب عايزين نتكلم بقى في حاجه تانية، طريقه بقى العنايه بالشعر بعد الكيراتين. طيب احنا الاول لازم نوضح الجزئيه بتاعه الشعر. اولا انا عندي مشاكل بتحصل لي مع الشعر لازم اوضحها
بتخلي الشعر بتاعي يوصل لان هو يبقى شديد التلف بالشكل ده او هايش ومتأثر بالشكل ده. اولا استخدام الصبغات بشكل كتير، تمام، ده يقدر يوصلني للمرحله دي اللي هي مرحله الجفاف الشديد والتلف الشديد. طبعا مش بقول ان الصبغات فيها مشاكل، لا، هو استخدامك للصبغات بشكل زائد عن الحد ده بيعمل لا. عايز اقول لك يا دكتور كمان في حاجه يعني هقولها لك بقى من خبرتي بقى في مجال عملي، ان بالفعل في طرق تطبيق الصبغات على الشعر بتبقى طرق خاطئه جدا. عايز اقول لك بتدمر الشعرايه. يعني في بعض الناس، وانا من مكاني بقول يا ريت يا جماعه بلاش يعني عشان خاطر ربنا، يعني عشان خاطر الشعرايه، بيروحوا يعملوا ايه؟ تفتيح عالي جدا للشعر، بودره تفتيح واكسجين عالي جدا، يفتحوا الشعر، الشعرايه هي ماتت خلاص، لان انا بوصل لدرجه تفتيح 10 درجات، وبعدين يحطوا الصبغه على الشعر. هو ده اللي قاتل ومميت. لكن انا لو بستخدم الصبغه دايركت على الشعرايه مش هتضر في حاجه. بس احنا زي ما حضرتك بتقول يا دكتور حسين، احنا بقى كخبراء تجميل بنعاني من النقطه دي، ان انا تجيلي الجست عندي شعرها متدمر، متفتح لحد 10 درجات ومتدمر، وبنبقى مش عارفين نعمل بقى معاها ايه. فانا عايزه حضرتك تشرح لي بقى ايه اللي ممكن يعالجه هنا بقى. منتجنا احنا الاول لازم تمام نختار نوع الشامبو بتاعنا. تمام، احنا بنستخدم شامبوهات لازم تكون غنيه بالبروتينات. تمام. طيب دكتور حسين هستأذنك نكمل كلامنا بعد الفاصل. رجعت لكم بعد الفاصل، معانا هتبقى على الهوا الفايزه الاولى داليا ياسر. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا داليا؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك في حضرتك، مش مصدقه نفسي والله. حضرتك جدا ومتابعك دايما. حبيبتي تسلمي يا حبيبي. انت عارفه ان انت فزتي بالجائزه الاولى اللي هي اكبر جائزه، اللي هي بالكيراتين اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. هو كيراتين حلو جدا، وطبقيه على شعرك وهنستنى رايك، ان شاء الله هيعجبك. الو معايا داليا؟ سامع حضرتك، معلش. ماشي حبيبتي، بقول لك الف مبروك و الله يبارك في حضرتك والله. انت فزتي النهارده بالجائزه الاولى الكيراتين، وهو كيراتين منتج قوي جدا كنا بنتكلم عليه، وهنستنى تجربيه وتقولي لنا رايك. الف مبروك يا حبيبي. ان شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليكي يا حبيبتي. تمام، معانا مين متسابقات تاني؟ طيب تمام، على بقى ما يجيبوا لنا المتسابقه الثالثه نكمل كلامنا يا دكتور حسين. نرجع تاني، احنا كنا بنتكلم عن طرق العنايه. تمام، بعد تمليس الشعر او بعد استخدام الصبغه او بعد عامه بشكل عام. تمام، احنا لازم نختار انواع الشامبو او انواع الهير ماسك اللي بنستخدمها. تمام، بشكل عام احنا لما نيجي نختار شامبو بتاعنا لازم نختار شامبو غني بالبروتينات. تمام، زي بروتين الكيراتين او بروتين زي بروتين الكولاجين. تمام، او بروتين القمح. طبعا لان احنا قلنا لما الشعرايه بتموت بالصبغه بتفقد البروتين بتاعها. تمام، فهي طالما فقدت البروتين تماما فهي بتحتاج ان احنا ندخل لها بروتين وكيراتين من خلال الشامبو. طبعا. طيب يا دكتور معلش استاذن حضرتك في المتسابقه الثالثه، هي معانا دلوقتي معانا استاذه زمرده رضا. الو الو الو، اي زمرده؟ ايوه، اهلا بيكي حبيبتي والف مبروك. الله يبارك حضرتك. الله يخليكي حبيبتي، الف الف مبروك. وعايزه بس بسرعه كده سريعا رايك في البرنامج. جميل جدا جدا. ميرسي يا حبيبتي. طيب انت فزتي معانا بطمي 250 مللي لانك كنتي المتسابقه الرابعه. الف الف مبروك يا زمرده، وهتسيب لنا بقى رقم تليفونك وكده في الكنترول، واحنا ان شاء الله هنقول لك طريقه توصيل الهديه ليكي باذن الله. تمام، ماشي ميرسي ليكي والف مبروك يا زمرده. الله يبارك. الله يخليكي.
نكمل كلامنا بقى يا دكتور. تمام، نرجع تاني لموضوع الشامبو. زي ما قلنا كراتين كولاجين بروتين. زي بروتين الشامبو بقى بيعمل ايه بقى؟ الشامبو اولا لازم نبقى فاهمين ان الشامبو هو الجزئيه، اهم جزئيه لفروه راسي. انا طول ما انا عامل فروه راسي بشكل زي ما بيقولوا كده محترم، هتديني دعم كبير للشعر، لان التغذيه اساسا من فروه الراس. فبالتالي لما انا هديها مجموعه المرطبات اللي هي محتاجاها، بالتالي كل ده هتطلعه على الشعرايه، هترجع تديه للشعرايه تاني او جديد، فبالتالي الشعرايه تكمل البنى بتاعها. كل ده بيديني دعم لمعدلات البناء بشكل كبير جدا للشعرايه، فبالتالي الشعرايه تكمل لونها كويس، مرنه، ما تتقطعش بسرعه، فيها اشراقه، فيها نضاره. تمام، دي جزئيه بتاعت الشامبو. جزئيه بقى الاهم اللي هي جزئيه التغذيه للشعر وفروه الراس، اللي هي جزئيه الهير ماسك. أو لا، احنا أو بقى يا دكتور بوست الماسك ده بقى احنا عايزين له حلقه لوحده، مش عايزين نحرقه. من الاخر يعني، هو المنتجات كلها ما شاء الله حلوه جدا، بس الهير ماسك بجد هو محتاج وقت حلقه، محتاج نتكلم عنه باستفاضه عشان نشرح لمشاهدينا بالظبط كل حاجه عنه. عايزاكم تتابعوني الحلقه اللي جايه ان شاء الله. انا كل خميس الساعه 6 استنوني، كل خميس ان شاء الله مع دكتور حسين هنتكلم على منتج من منتجات الشركه، وهنعرفكم كل منتج بيعمل ايه وبيفيد الشعر ازاي. هي المنتجات كلها عايزه اقول لحضراتكم حلوه جدا، هي وهميه وعلاجيه قويه جدا لعلاج الشعر. كمان حتى الماسكات والتامي، الماسكات الخاصه بالبشره برضو هنتكلم عنها. احنا معانا مين عتب دلوقتي؟ حد من المسابقات؟ يلا مين؟ الو، معانا اسراء دلوقتي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك اسراء؟ ازي حضرتك يا شجاع؟ ازيك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حبيبتي، كسبتي معانا الجائزه الخامسه، وهي طمي 120 مللي مقدم من شركه ماكسي جولد. الف الف مبروك يا حبيبتي، ويا رب البرنامج يكون عجبك. ربنا يخليك، الف شكر، ربنا يجعل فتحك ان شاء الله. شكرا 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 ليك يا اسراء، ميرسي جدا. وكمان بنشكر دكتور حسين، شرفتنا النهارده ونورتنا، والفقره بصراحه كانت مفيده جدا. بس احنا بنوعد مشاهدتنا ان احنا مشاهداتنا ان كل اسبوع باذن الله هنتكلم عن المنتجات، وهنتكلم عن منتج جديد عشان يتابعوا معانا. وباذن الله مش هتشوفي تساقط تاني لشعرك نهائي، ومش هتشوفي اي اخطاء ولا اي عيوب في شعرك، واي حاجه، كل العلاجات اللي حضرتك عاوزه تعالجي بيها شعرك هتلاقيها ان شاء الله معانا. اشكرك يا دكتور حسين، شرفتنا ونورتنا. ونطلع فاصل، واستنوني بعد الفاصل للفقره الاقوى. انت اجمل مع امل، انت اجمل مع امل.